حزبيا استعدادا للحملة الانتخابية. هو واجب وحق يبقى على الطبقة السياسية، إن فعلا كانت طبقة سياسية في مقام ذلك الوعي السياسي والحس المدني للشعب الجزائري، أن تعبئ، أن تجند وتخلق تنشئة سياسية من أجل التسويق السياسي، وهذا ما يجب أن يكون، للذهاب إلى هذا الاستحقاق اللي هو واجب وطني، والتعبير بكل حرية بوسائل ديمقراطية عن اختياراته. أين نحن من هذا التوجه؟ وهل فعلا الطبقة السياسية تنخرط والخروج من مرحلة الزردات والأعراس وثقافة بابا سالم والتصفاق في الديوان الصالحين إلى العمل أخلاق وقيم وعلم ورؤية في تعبئة المجتمع والانخراط في بناء دولة المؤسسات؟ فكان قرار مؤسساتي للحزب تقريبا سنستكمل العهدة الأولى في بناء من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، وفعلنا مركز قرار الحزب بشكل جماعي، ونحيي بالمناسبة أعضاء المكتب وإطارات ومناضلي الحزب على الرقي في تسويق ونقاش في جو ديمقراطي واختيارات السيناريوهات من نراها الأجدر الأنسب الأصلح، ويبقى نسبيا لأنه كل شيء صادر من فكر الإنسان يبقى نسبي، ولكن بمبررات كانت واقعية موضوعية وحتى فيها قابلية تسويقها لدى المجتمع الجزائري. نحن في حزب الشعب لا نستغبى الشعب الجزائري، نحن في حزب الشعب أردنا مع الطيبين والطيبات أن نعطي اللمسة، نعطي طفرة والخروج من ثقافة الكرنفال إلى ثقافة المؤسسة الحزبية التي تساهم في صناعة المورد البشري الأنسب الأصلح داخل المؤسسات الحزبية وتسويقها كصناعة كمنتوج داخل مؤسسات الدولة، تكون ناضجة مناضلة واعية، ونخلق ثقافة النقاش ثقافة الحوار. ومن ثم كان إبداع من مناضلاتنا ومناضلينا أننا نروح إلى مرافقة الرئيس الآن المترشح الحر سعد مجيد بول. لماذا؟ من أجل استكمال المؤسسات، استكمال في فتح الورشات سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية، وتقوية المؤسسات والتحضير لجزائر اللي كان يحلم فيها الجدة والجدة تاعك، الآب والآب تاعك والأم تاعك، الشهيد والمجاهد الوفي، في الانتقال الحقيقي إلى دولة المؤسسات وتسليم المشعل بشكل مؤسساتي وخلق فضاءات ومؤسسات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ومؤسسات الدولة، وعلى الشباب وجيل الاستقلال بالأخص أن يتحمل مسؤوليته في حماية وصيانة هذا الوطن. من هذه المنطلقات أردنا اليوم وإحنا على ثلاث أيام ولا يومين من بداية الانطلاق العد التنازلي الدستوري للحملة الانتخابية، احنا ماناش خارجين المشهد، احنا كنا ناكتور برينسيبال وحنا معادلة سياسية، وقلنا رقم في اعتماد، ثم قلنا بالله حنكون معادلة سياسية كسادس قوة، واليوم نفكر كيف نكون من القوى الرائدة حاضرا ومستقبلا بفضل إطارتنا ومناضلنا، أننا نساهم في تطهير في تقوية للمشهد السياسي، ومن ثم
سنغازل بالفكر وبالقناعات الشعب الجزائري أن ينخرط في مؤسسة اللي اسمها هي حزب صوت الشعب. إذن اليوم عيطنا لكم وحنا نحن القبعة الحزبية، انخرطنا مع الكثير من الأحزاب وخلينا نقول جمعيات، ولكن احنا عن قناعات، ليس بصفته كرئيس جمهورية، لأن عودونا هذيك ثقافة مع الوقف احنا لا نؤمن بها، بل رأينا أن سي عبد المجيد تبون عن قناعات بعيدا عن النظرة الحزبية، بل هو رجل مرحلة، هو رجل ضرورة وحتمية وطنية من أجل استكمال بعد ما عشته من انهيار للمؤسساتي في 2019. الكل يتغنى ويتكلم على الجزائر الجديدة. الجديدة نقول ونعاود ونقول هي سلوكات وذنيات قبل ما تكون شعار. احنا اليوم وقوفنا ومرافقتنا مع الرجل نعاود نقول عن قناعات، مشي الهرولة، مشي إملاءات، بل على مبررات، وكنا قلناها في البيان السياسي علاه كان اختيارنا لهذا التصور وهذه الرؤية، وأعطينا مبررات وراهي مكتوبة عندكم بشكل كتابي رسمي مؤسساتي، وأعطينا علاه اختيار الرئيس. وبالمناسبة نحيي تحية تقدير وعرفان إلى كل المترشحين الذين كنا هم وأصدقائي وخوتي الذي أكون لهم كل احترام والتقدير، ولكن احنا ماذا بينا نروحوا للاستحقاق الانتخابي، ما نروحوش عرس تاع كرنفال. لازم نفهم من أبنائنا، نحضرهم علاه يروح يفوطي، نعطي له التربية المدنية، وهذه من أهم الأشياء الذي يفترض على المؤسسة الحزبية أنها تكرس ثقافة التربية المدنية، وهذا هو التكوين السياسي المناضل. يصنع كاين مناهج، كاين مقاربة علمية، وكاين تجربة ميدانية، كاين نقابيين، كاين اللي كانوا في الجمعيات، ومن بعد ينخرطوا في العملية السياسية. العملية السياسية ما تكونش استحقاقات مناسباتية موسمية، بل هي دائمة في تنوير وتكوين، ومن هذا المنطلق راح نخلق طبقة سياسية تلقائيا، راح نلقى من الشعب الوطني قوي، راح نلقى مؤسسات بلدية الجماعات المحلية قوية، وما بقاش هذاك الفيزيتور هذاك الانتخابات عرس هيا جيب دوسي ورواح. هذا واقع، لازم نطهر طبقة سياسية، وحنا ماناش ندعي الكمال بل ندعي الثبات في المواقف. احنا مش مكونش قادرين، قاش قال لك حزب سياسي هو مش مساندة، كاين الرأي، لازم نسمع الآراء ونتعلم من واجبتهم كمناضلين وكإطارات كيف تواجبوا هذه الأطروحات. احنا الحزب السياسي ماهوش غاية، راه وسيلة، الغاية وحب الوطن، هو من نراه الأنسب الأصلح لمرحلة معينة خاضع لدفتر شروط معينة لظروف معينة، كان انفيرومون نخرج من الذات والأنا، ما نقول شكون أنا، بل نحن مع الجماعة ونفكر بطريقة جماعية ونغلب مصلحة الوطن. لازم المواطن يشوفها حقيقة أن هذه التشكيلة السياسية عندها رؤية، عندها تصور في الدفاع على المكتسبات والإنجازات تاع الشهداء، لأن القيم النوفمبرية كرست فينا أننا نكون قبلة الأحرار، كرست فينا قد تتغير الحكومات، قد تتغير الرؤساء، ولكن الثبات في المواقف، في الدفاع عن المستضعفين. فافتخارنا شعبا وحكومة. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، كانت هذه الندوة الصحفية التي عقدها رئيس حزب الصوت.